أنا شفت رجل كان يدرس عندي، يعني إما من مواليدي أو أكبر مني شي سنة يعني، فسبحان الله كان أمه يعني بارك يجيبوا له مستعملي على الفرشي. يوم بيوم ما لحقوها، ضيعت تحت منها، فصايت تقتل حالها. إيه معلومك الكنة ما بتخدم الحماية، يعني بدها تخدمها ما راح تخدمها. مين اللي بده يخدم الحماية؟ الأم يعني بنتها. إيه والكنة لما بتخدم الحماية يعني ما بتخدمها من قلبها، بتقول له لجوزها أنا مالي يعني أنا مالي مضطرة إني أخدمها. فرقد الرجل لما قالوا له أمك عم تضرب حالها، رقد ولا إيه نعم، يعني ريحتها طالعة وضيعة على حالها. صار يقيم وصخ من تحت أمه ويدهل لحيته ويدهل وشه ويقول لها لأمه إلا كأمي أنا بتبارك فيكي. وين هالرجال هاي؟ وين هالزلم؟ البركي بدها حناين، حناين ما في، حناين ما تم. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حب من أول حياة وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي.